لا مأوى هنا. هكذا صارت حياة المواطنين من قرى حيفان بمحافظة تعز التي وصلت إليها حرب ميليشيا الحوثي والمخلوع منذ أكثر من شهر. أرغمت عناصر الميليشيا بعض السكان هنا على ترك مساكنهم، ومن لم يتخلى عنها بات منزله عرضة لقنص الميليشيا. يعني احنا افتقعنا من الحويثان، يعني يهددون احنا ويرموا يعني رصاص لفوقنا، رفقوا عالي يعني والقذائف لفوقنا وخرجونا احنا من وسط البيت. يعني مهلونا احنا 24 ساعة احنا نخرج من وسط البيت ولا يعني شخص فوقنا. يعني بقينا مشردين. بشير الأغبري واحد من النازحين ترك وأسرته المنزل في قرية الحيفة أغابرة بعد تعرضه للتهديد من قبل الميليشيا التي حاولت التمركز فيه. وهنا أيضا أسرة المواطن محمد العريقي القادم من قرية النوبة في منطقة الأعروق، هو الآخر داهمت الميليشيا منزله وتوعدت بتفجيره ما لم يغادروه. تستمر الميليشيا في جرائمها بحق المواطنين في عزل مديرية حيفان تعز، وتقوم بالتنكيل بالأسر وقصف القرى بمختلف الأسلحة الثقيلة من أماكن تمركزها في جبال المديرية وتلالها. بعد أن شردوا من قرية الحيفة أغابرة، ترغب هذه الأسر بالعودة إلى قريتهم وإخلاءها من الميليشيات الإنقلابية التي تمركزت فيها. سامح عبد الوهاب، قناة بلقيس، من منطقة الرام أعبوس، جنوب شرق تعز.